السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل.com. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. قبل الدخول في تفاصيل هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، نود التنويه هنا إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد كما هو ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم هو 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. نبدأ مشاهدينا الكرام من المقاطع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاجأ والد الشهيد الشاب نور الكناني أن ولده لم يحسب على قافلة شهداء تشرين بعد كتابة عبارة متوفي داخل منزله في القوائم الحكومية لضحايا التظاهرات. ناشطون أطلقوا وسم نور الحسن شهيد للتضامن مع ذوي الشهيد بالوقت الذي شكك فيه العديد من المغردين بالأرقام الحكومية لضحايا التظاهرات، وعدوا نور الكناني مثالا لهذا التلاعب في أسباب الوفاة. فنشاهد. أنا ابني استشهد هنا على سام بالتحرير، ورحت راجعت يقولوا لي ميت في البيت. الله يعني أنا شلون يعني وين أروح؟ إذا هو الكاظم وقال أنا قضيتي أول قضية أبديها بالشهداء المظاهرات وحقهم يمي، زين أنا ابني طاح هنا وحقه هنا ودمه هنا، يعني يكتبونه ميت بالبيت، زين حقه وين اليوم؟ حقه منين أخذه وين ألقاه؟ يعني أنا جزات الشعب الفقير اللي قتل هنا يضيعون حقه؟ دمه ما يروح، هو من عايش مظلوم ومن ماتم ينظلم. الله أكبر، لا حول الله علما أروح. طبعا تفاعل المغردون على تويتر مع وسم نور الحسن شهيد. دعونا نقرأ لحضراتكم جزء من التغريدات التي وردت حول هذا الموضوع. زينب تقول: بأي حق تمنعون الشهيد من مكانته؟ تخيلوا أبوه ينطي ابنه شهيد يكتبوه متوفي، هي هاي العدالة؟ والد الشهيد نور أحمد يطالب بحق ابنه بعد ما ممسج لينا متوفي بالبيت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. هذا حال أهالي الشهداء، لا عقوبة للقاتل ولا حقوق للشهيد، إلى متى؟ في تغريدة أخرى علوش يقول: رسالة للشعب اللي صفق أو دعم الحكومة أو سقط الثوار، فوق 900 شهيد راحوا لربهم، هناك يشكول وهناك يشكول عنكم، إذا ارتاحيتوا بالدنيا ترى الدنيا إذا نفسها بالآخرة فالدنيا نص ساعة. في تغريدة أخرى هدى تقول: الشهيد سيخبر الله عنكم ويقول قتلني فلان وفلان، خصمكم الله يوم القيامة، يوم اللي ماكو لا غاز مسيل للدموع ولا قناص، أين أنتم من هذا يا أحزاب الصدفة؟ طيب، في آخر التغريدات لدينا نور تقول: لن نتراجع، ستبقى أصواتنا ترهبكم وتبقى الشهداء كوابيس لكم. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه التغريدات أو جزء من التغريدات التي تفاعل معها المغردون حول هذا الوسم. ننتقل إلى موضوع آخر. عبر متظاهرو ساحة التحرير عن رفضهم التام لمشروع الربط السككي بين العراق ودول الجوار لما في ذلك من أثر اقتصادي على البصرة وميناء الفاو. معتصمون في ساحة التحرير دعوا إلى وقفة لرفض هذا المشروع يوم الجمعة القادم بالتزامن مع تصدر وسم الربط السككي مرفوض تصدره لترند العراق على تويتر خلال الساعات الماضية. فلنشاهد. ربط السككي مع دول الجوار قبل إنشاء ميناء الفاو جريمة كبرى بحق الشعب العراقي. النفط والخيرات العراقية كلها راح تنفذ، ميناء الفاو هو راح يكون رئة العراق وراح يكون الربط بين طريق الحرير من الصين إلى أوروبا. دعوة لكل عراقي للوقوف يوم الجمعة القادمة لرفض أي مشروع ربط سككي ولإحياء مشروع ميناء الفاو الكبير، رئة العراق على البحر.
هذا مستقبل أجيالنا، مستحيل راح نتنازل عنه. نريد ميناء الفاو الكبير ينجز، ولن نسمح بأي ربط سككي. سنتمدد على أي سكة تنصب ويعبر عنها قطار مع أي دولة مجاورة. كانت هنالك تغريدات كذلك حول هذا المقطع، دعونا نقرأ لحضراتكم جزءا من ما ورد. في أول تغريدة لدينا هاشم يقول: إن تعطيل إنشاء ميناء الفاو الكبير منذ 2003 ولحد الآن ما هو إلا دليل على العمالة والخيانة للوطن وبيع الأراضي والمياه العراقية. في تغريدة أخرى محمد يقول: أضرار ربط السككي مع الكويت أو إيران، أولاً يجعل السفن العالمية تتجه إلى موانئ هاتين الدولتين بدلاً من موانئ العراق، ثانياً عمال ميناء الفاو ينتهي عملهم، ثالثاً ينهي عمل موانئ العراق خاصة ميناء الفاو الكبير، ينهى قصده، ورابعاً الأرباح المالية تكون للدول الجوار والعراق فقط يشاهد. في تغريدة أخرى يعقوب علي يقول: أنا شايف العالم تفيد روحها بس بالعراق يفيدون غيرهم ويخلون دولتهم فقر، الربط السككي مع دول الجوار مرفوض. وفي آخر التغريدات لدينا في هذا الموضوع ريم تقول: بعد ما دمرونا العراق واقتصاده، أو دمروا العراق واقتصاده، جايين تكملون على ميناء الفاو اللي يعتبر المنفذ الوحيد على الخليج العربي، يعني ما أعرف كمية الغباء اللي بعقولكم، ولو 100% تمت بصفقة، فساد لصالحكم وما همكم العراق ومصلحته. الصفقة عبارة عن تعطيل الفاو يقابله تشغيل ميناء مبارك، خسئتم. هكذا تفاعل المغردون، هناك غضب كبير من هكذا مشاريع تتم بلا دراسة ويشوبها الفساد بشكل واضح وصريح. في موضوع آخر، سيدة كبيرة بالسن تبكي حال أبنائها المعتصمين من خريجي الإدارة والاقتصاد بعد أن أخذ اليأس من حياتهم الكثير، في مشهد حاز على تفاعل وتعاطف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا خريجو الإدارة والاقتصاد تجاوزوا اليوم الأسلاك الشائكة مطالبين بمقابلة رئيس الوزراء أمام بوابة 9 ليحدثوه عن مظلوميتهم، حيث مضى على اعتصامهم المفتوح 70 يوما في الشارع وبلا استجابة. فنشاهد. هاي وضعية الشباب، هاي الإدارة الاقتصاد هنا بالشارع. إذن مضى على اعتصامهم 70 يوما ولا إجابة ولا استجابة. دعونا نقرأ لحضراتكم التعليقات التي وردت حول هذا المقطع. أنالايزس يقول: هو إحنا على الصحة والتعيين مركزي وما حد عيننا، النوب أنتوا عمي حكومة حرامية، شنو الجديد عليهم؟ في تعليق آخر رنا تقول: شوكت يلتفت لنا واحد ويشوف وضعيتنا، مو هاي الشباب كتلها الحر والجوع، صار 70 يوم هم بالحر ما حد طلع لهم ولا واحد التفت لهم، حسبي الله ونعم الوكيل. في تعليق آخر شهد تقول: خطية والله، شنو ذنبهم؟ قللوا رواتب الرئاسات الثلاث ورواتب النواب، شو هو رواتب العراقيين كلها من النفط، يعني شنو ناس إلها حصة وناس لا، وفوقاها ناس رواتبها 5 ملايين وناس كل شيء ماكو، كافي ظلم، الله ينتقم منكم. وفي آخر التعليقات في هذا الموضوع لدينا فايز يقول: شوفوا لهم تعيين شي يصير عليكم، خلي يعيشون مثل الأوادم، احسبها خردة مع الموازنة واصرفها لهم. طبعا قال عادل عبد المهدي في لقاء سابق إن نثريته في الشهر الواحد هي 1,000,000 دولار. تخيلوا مشاهدينا الكرام أن يكون مسؤول في الدولة لديه نثرية ليست الراتب
ليست المخصصات، هذه نثرية يوزعها كما يرغب، هي مليون دولار بغض النظر هو قال أنا أوزعها على الفقراء، لكن مستوى الفقر في العراق بازدياد. القصد أن المسؤولين في العراق لديهم هذه المليارات من الدولارات التي يحصلون عليها سنويا، ولا يقومون بالتنازل عن دولار واحد لصالح المواطن العراقي. في خبر آخر، شكى طلاب السادس الإعدادي غياب إجراءات السلامة التي وعدت وزارة التربية باتخاذها خلال الامتحانات النهائية. دعونا نشاهد. مشاهدينا، دعونا نقرأ لحضراتكم جزءا من التعليقات التي وردت حول هذا الموضوع. في أول تعليق لدينا، نور تقول: كل سنة نفس الوضع، احنا امتحاننا 2013 بعد أسوأ من هالوضعية. في تعليق آخر، أم سامر تقول: والله مهزلة، أي إجراءات؟ ماكو طالب بصف طالب، حسبي الله ونعم الوكيل. في تعليق آخر، نرجس تقول: المشكلة مو هنا، المشكلة كل هاي التعب والهوسة والمظاهرات وإحنا خارج التصنيف العالمي بالتعليم. الله يوفقهم يا رب ويرزقهم فرحة النجاح والمعدل. وفي آخر التعليقات لدينا، رقية تقول: صار لهم سنين هيجي للعلم، شو فرقت عن السنوات اللي قبلها؟ شو نطلع من القاعات روحنا خلصانة من الأسئلة والحر. هذا الموضوع موجود قبل كورونا في العراق بسبب انهيار المنظومة التعليمية بكافة جوانبها. نراكم بعد قليل. في فقرة أنت ترى، وهي خدمة تقدمها قناة الرافدين للمشاهدين الكرام، بإمكانكم من خلالها أن تقوموا بإرسال المقاطع المصورة لنا لعرضها. أرسل لنا هذا المقطع لمتظاهري ثورة تشرين في محافظة ميسان، وهم ينظمون مواكب ثورية للمشاركة في مراسم شهر محرم الحرام في ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، تتقدمها صور شهداء الثورة، فنشاهد. في فقرة الخبر المزيف، نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا حمل هذا العنوان: عاجل، جهاز مكافحة الإرهاب يقتحم مقرات الأحزاب في بغداد ويبدأ باعتقال المتواجدين فيها لفرض القانون. انتهى الخبر. الحقيقة هي هذا المقطع تم التعديل عليه بإضافة التصوير الليلي، هذا أولا. ثانيا، الفيديو الأصلي تم نشره مسبقا على الصفحة الرسمية لجهاز مكافحة الإرهاب بعنوان: في مطلع شهر حزيران يونيو نفذ جهاز مكافحة الإرهاب واجبات نوعية لتفكيك الشبكات الإرهابية التابعة لعصابات داعش، تمكن فيها من اعتقال 4 إرهابيين في محافظتي بغداد والأنبار وفقا للمادة 4 إرهاب، وهذا وفق ما ورد في بيان جهاز مكافحة الإرهاب، فلنشاهد.
لدينا في فقرة صندوق الوارد رسالة دعونا نقرأها مع حضراتكم مشاهدينا الكرام. الرسالة وردت عبر صندوق بريد قناة الرافدين، تقول: أنصف المهندسين والمهندسات المطالبين بحقهم المشروع بالتعيين أمام بوابة رئاسة الوزراء قرب جامع ابن بنية منذ عام 2019، وإلى الآن لم نحصل على حل لقضيتنا، وها نحن الآن في حالة يرثى لها من التدهور الصحي بسبب أشعة الشمس الحارقة. طبعا مشاهدينا، هذه المنصات لدينا، طبعا المنصات الإلكترونية، المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعطيكم الفرصة لإرسال ما ترغبون بعرضه من مناشدات، من رسائل، وبإذن الله سيتم عرضها حين يحين الوقت. نراكم بعد قليل. الآن في فقرة الهاشتاج، الكاظمي طبعا قام بخرق قانون التعيين المركزي رقم 6 لسنة 2000 في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، بعد تعيينه الأطباء وتهميش باقي التخصصات الطبية والصحية الأخرى، رغم إكفال تعيينهم بقانون التدرج الطبي المركزي رقم 6 لسنة 2000. خريجو المجموعة الطبية من باقي التخصصات أطلقوا اسم الكاظمي ينتهك التعيين المركزي ردا على هذه المخالفة القانونية، حيث تصدر ترند العراق خلال الساعات الماضية. دعونا نقرأ لحضراتكم التغريدات التي وردت حول هذا الموضوع. رباز يقول: الكاظمي ينتهك التعيين المركزي. قانون التعيين المركزي واضح وصريح، يشمل جميع خريجي المجموعات الطبية والصحية. اليوم مجلس الوزراء ينتهك قانون التعيين المركزي بتعيين فئة دون أخرى، لن نسكت عن حقوقنا. في تغريدة أخرى سيف يقول: أكو قانون اسمه رقم 6 لسنة 2000، هذا قانون يشمل الكل بالتعيين المركزي، ما لك حق تسوي استثناء عليه، تعين فئة وتترك فئة. في تغريدة أخرى حسين يقول: الكاظمي قرارك لاستثناء الأطباء فقط وضرب حقوق المهن الصحية والتمريضية في التعيين المركزي عرض الحائط، هو بحد ذاته ظلم لهذه الشريحة التي أتعبها السهر من أجل الحصول على شهادة فيها ضمان التعيين وتأمين المستقبل. وفي آخر التغريدات لدينا زهراء تقول: الكاظمي ينتهك التعيين المركزي، نحذركم من التلاعب بقانون التعيين المركزي، لن نسكت عن حقوقنا المشروعة. كانت هذه إذن تغريدات أو جزء من التغريدات التي وردت حول هذا الموضوع، وهو أكبر دليل على السياسات المتخبطة وغير المدروسة التي تتبعها حكومات ما بعد الاحتلال في التعامل مع العراقيين. نراكم بعد قليل. في مقاطعنا المنوعة دعونا نشاهد مع حضراتكم الآن فيضان النيل الأزرق يدمر آلاف المنازل في السودان، فلنشاهد. Thank you.
ننتقل إلى موضوع آخر هو غريب بعض الشيء. طبعا معروف عن اليابان جنونها في عالم الصناعات. الآن وصلنا إلى خبر مفاداه أن اليابان اقتربت من تحويل السيارة الطائرة من خيال إلى حقيقة. دعونا نشاهد. مشاهدينا الكرام، قبل الختام نذكر أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 على مدار القمر نايلسات كما هو ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم. يرجى منكم مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.